إذا أنا بدي برمج بايثون بنبلش بلعبة صغيرة، إذا ستارت هون كيف معقول أو كيف أسهل طريقة أقدر أوصل فيها لبايثون؟ مين في جاوبني؟ ألو شكرا فلو مثلا السؤال كان إنه إذا أنا عندي هالمتاهة هيدي، شو أسهل طريقة أقدر أوصل فيها لبايثون؟ بدنا نرسم الخط يعني، أو بدك جواب غير أو بدي تفضل جواب، بدي جواب بالمبدأ إنه أنا عندي هالمتاهة هيدي. أوكي، منبلش من البيسك من محل ستارت، منبلش من ستارت. أوكي، وبعدين نلحق الخطوط حسب الستبس كيف الواي اللي بدنا نمشي فيه. هذا التعليم العادي. نحن حسب طريقتنا، أنا أسهل طريقة أقدر أوصل لبايثون هي دغري روح على بايثون. الطريقة التقليدية كانت إنه نحن إذا بدنا نعلم حيلا سوفت وير بدنا نشتغل عليه، امشي من البيزكس. أوكي؟ هلا بالوقت الحاضر لا، غيرت المواضيع كليا. يعني ما في شيء بيمنع إنه أنا أعمل كوبي بيست. والأغلبية منا بتشتغل بهالطريقة هي، شو ما كان يكون الليفل تبعنا. أوكي، أنا إذا عندي دولاب موجود ما بخترع دولاب عن جديد، أنا اللي بعمله بجيب الدولاب وبحوله لاستعمالاتي، بس أعرف بالأساس هالدولاب هيدا كيف بيشتغل. ماشي، فإذا الخطورة بالبايثون وين؟ إنه أنا ما فيني أعمل كوبي بيست هيك مباشرة. بلانجوج تانيين يمكن بتوصل معي إنه أقدر أعمل هالخطوة هي، بس بالبايثون مشكلته إنه بدي دايما انتبه للتابس تبعوله للتابوليشن. ما فيني أنا كيف ما كان أقول إنه أنا بدي برمج بايثون، وإلا الأغلبية منكم مش موجودين هون، كان بيحضر على اليوتيوب أو بيحضر حيلا محل وبيبرمج. فإذا مشكلة البايثون هي أول شغلة هي بالتابوليشن اللي عندي إياها. أوكي، كتير منيح. هلأ مش بالضروري يكون في عنا معلومات عن هيدا الموضوع حتى نقدر نبرمج. أوكي، بس أهم شغلة إنه يكون في عنا هالطريقة هيدي لحتى نقدر نشتغل نتفورنس. ليش بايثون؟ بالبايثون أول شغلة هو open source، يعني ما بدنا ندفع حقه، في ينزل ونشتغل عليه بشكل طبيعي. بما أنه open source البايثون، فإذا في عنا library related to python كتير كبيرة بكل الدومينز. يعني أنا إذا بدي أشتغل بالفيزيكس عندي library للفيزيكس، إذا بدي أشتغل chemistry عندي library لchemistry، بدي أشتغل HTML web design عندي library للweb designs تبعي. أوكي، فإذا هون الباورفل تبع البايثون، والباورفل الأكثر تبع البايثون، أنا ما بسمي بروجرام اللي كتبته programs أو كود، هو script. ليه script؟ لأنه حقيقة أنا هل الموديل اللي كتبته فيني عيط له
فيني ابعت ورا لموديل تاني. اوكي، فاذا انا بكفي انه اعرف وين موجود، باي محل موجود، وشو عندي داتا عملها قبل، حتى هالداتا هيدي ارجع اطلبها بشكل كتير بسيط as function. هون الصورة كتير واضحة، بقلكن انه write 10 line Python scripts eliminate the need for 5 job. ليه؟ لانه زيت الكود اللي بتكتبوه بالبايثون هو زيته بالسي او بالجافا او بحيلا نوع تاني من السوفت وير عم بيكون ضرب 10 كلاين او كانستراكشنز. فاذا اهم شيء عندنا، اول شغله بدنا نذكرها بالبايثون هو التابوليشن. ثاني شغله بدنا نذكرها بالبايثون هو وين موقعه عندي على البورتابل اللي انا عم بشتغل عليه او على الديفايس اللي انا عم بشتغل عليه، لانه البايثون انشهر من وراء الراسبري باي، من وراء لينكس. بكتب انا السوفت وير تبعي دوت باي، اوكي، الاكستنشن بالسي هو سي او سي بي بي، اوكي، بالHTML دوت HTML او دوت XML، بالبايثون هو دوت باي بي واي. هالبي واي هيدي ب كوماند كتير صغير بتتحول ل executable file، فايل بقدر انا اطلبه واشتغل فيه من دون ما يكون في عندي اي بايثون موجود. اول سؤال نسأله، طيب عم نحكي عن البايثون، اي فيرجن بدي اشتغل؟ خاصة انا اذا عم بتطلع عم بشوف softwares over internet او من خلال كتب. البايثون 2 ديجا صار disqualified، يعني بطل موجود كليا، بس بعد المراجع تذكروا. ليه؟ لانه بعد في libraries موجودين بقلبه بعد ما طورون للبايثون 3. البايثون 3 صاروا هلا بال 3. نعم، اوكي. فاذا بالبايثون 3 صاروا بال 3.9 تقريبا، بس دائما دائما انا بس بدي اشتغل مع البايثون بدي اذكر حالي انه المحل الوحيد تقدر تنزل منه البايثون هو البايثون ويب سايت. هيدا المحل الوحيد بقدر نزل منه البايثون، بينزل عندي البايثون as folder برقم الفيرجن اللي انا نزلتها. بقلب هالفولدر هيدا بيبقى في عندي بايثون اي دي اي اللي هو فيني برمج فيه وبيتعرف عليه كبي سي او كماك او كلينكس.